هنا من اسكندريه اغلبيه الناس الاسكندرانيه بينزلوا ايجابيين بيدوا اصواتهم للانتخابات. انا هنزل اشارك في الانتخابات الرئاسيه دي لان ده واجب على كل مصري اللي هو ينزل يشارك. اهميه الانتخابات دي علشان الشعب كله يدي بصوته، عشان دي حاجه مهمه قوي ان العالم كله يشوفنا ان احنا مبسوطين بالوضع الحالي، ان احنا حاسين بالاستقرار والامان اللي احنا عايشين فيه. اكيد انا هنزل اشارك في الانتخابات لان كلنا لازم ننزل نشارك، لان حق علينا. اول مره يبقى في عدد المرشحين دي، لازم كلنا ننزل ونقول راينا. طبعا هنزل وهشارك انا وماما واخواتي عشان احنا بنحب مصر. انا واهلي واصحابي نازلين نشاركوا في الانتخابات عشان مصر كبيره وعظيمه، والرئيس اللي يمثلني لازم اختاره بنفسي. يعني طبعا هنزل انا واهل بيتي واصحابي وجيراني عشان نشارك في الانتخابات ونقول كلمتنا في الصندوق، عشان زي ما هنقول كلمتنا البلد هتقف معانا. انا هنزل اشارك في الانتخابات الرئاسيه المقبله ان شاء الله عشان ده حق على البلد، واتمنى جميع اللي ينزل يشارك. لازم اشارك عشان بلدي دي احسن بلد في الدنيا. طبعا لازم صوتي يوصل. مصر تستاهل شعبها ينزل يشارك في الانتخابات، ده حق مصر علينا. اي مصري في مصر بيحب البلد دي لازم ينزل ويشارك طبعا، ويقف قدام الصندوق ويقول احنا لينا كلمه واحنا بلد ديمقراطيه.